حسم فريق أولمبيك مراكش لكرة القدم المواجهة التي جمعته بضيفه الاتحاد الزموري للخميسات بهدف لصفر، محققا بذلك أول فوز له ببطولة القسم الثاني بعد هزيمته في الدورة الأولى أمام اتحاد تمارا بهدف لصفر. وأحرز الأولمبيك هدفه الوحيد في المباراة بواسطة لاعبه جلال طشطاش المعار من الكوكب المراكشي الذي أنهى جملة تكتيكية محكمة بهدف في مرمى الحارس الزموري. واستمرت المباراة سجالا بين الطرفين، إذ كاد الضيوف أن يحرزوا هدف التعادل في العديد من المناسبات كان الحظ خلالها بجانب الأولمبيك، كما تألق حارسه رضوان الناصري في صد العديد من المحاولات. وكان بإمكان الأولمبيك بدوره مضاعفة النتيجة من خلال تحركات المهاجم يونس رشيد، غير أن الحظ لم يحالفه في العديد من المحاولات. كنا غرباء في الملعب رغم أننا لعبنا في الملعب الكبير، فالمجهودات اللي قاموا بها اللعابه والتعليمات اللي عطيتهم ربما طبقوها بواحد النسبه كبيره. حنا الحظ اننا انتصرنا في المقابله، وكنا في امس الحاجه الانتصار، لانه فريق اولمبيك مراكش ضيف جديد على المجموعه الوطنيه نتاعت النخبه الثانيه، فكان في امس الحجر الانتصار باش يعطي واحد الدعم معنوي، لانه رغم الاكراهات اللي كانوا عندنا في ما لعبناش عدد كبير من المقابلات باش نلقاو الايقاع نتاع البطوله. فتنشكر من منبر اللاعبين انه قام مقابله جيده وسجلوا اصابه وحافظوا عليها حتى اخر اطوار المقابله.